السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، مرحبا بكم في محاضرة هذا اليوم اللي هي الدرس الخامس من اليونت الثالث lesson 5 اللي هو اللي عنوانه بالإنجليزي the fastest living thing، أسرع شيء حي. أوكي، قبل لا نخوض في تفاصيل هاي المحاضرة حبينا نذكركم باللي ناقشناه بالمحاضرة السابقة اللي هي كان موضوع القواعد so and neither. سو النادر مثل ما وضحنا لكم هاي تستخدم يعني الاتفاق مع الشخص الاول المتكلم، يعني لازم قبل السو او النادر لازم قبلها جملة، فاذا كانت جملة مثبتة نستخدم سو واذا كانت جملة منفية نستخدم نايذر. اوكي، هنا اذا كان عندنا فعل مساعد بالجملة الاصلية نستخدم نفسيته بعد السو او النادر، اما اذا ما كان عندي فعل مساعد بالجمله الاصليه فاستخدم دو او داز او ديد حسب الفاعل وحسب زمن الجمله، وكذلك لازم يكون الفاعل في جمله، يعني يفضل ان يكون فاعل اللي بعد سو نايذر يختلف عن فاعل الجمله الاصليه، لان كل جمله تكون يعني لها فعلها الخاص. فهذا موضوع سو نايذر، اهم شيء اللي لكم تركزون عليه انه اذا كان جمله مثبته نستخدم سو وإذا كانت جملة منفية نستخدم neither. موضوع الآخر اللي أخذناه اللي هو عبارة if الشرطية second conditional، هذه طبعا لازم تحفظون هاي القاعدة، يعني كانت إذا كانت جملة if في زمن ماضي بسيط past simple، فالجملة الثانية تكون من would أو could أو might، واحد من ذن الأفعال المساعدة الثلاثة وفعل مجرد، فهما غالبا يعني يفضل استخدام الفعل would مع فعل مجرد، ولكن اذا شفنا could او might او should كذلك يعني ماكو مشكله، هو نفس الشيء. فقلنا هذه يعني تستخدم هذه الصيغه للتعبير عن حال افتراضيه، شيء يعني افتراضي وليس حقيقي. اوكي، هذا اللي درسناه بالمحاضره السابقه، علينا بعض التمارين عن هذا الشيء. نرجع الى محاضرتنا، عنوان محاضرتنا مثل ما وضحنا لكم اوكي the fastest living thing، اسرع شيء حي. هذا الموضوع يتحدث حقيقه عن الصقور والبدو والى اخره من الاشياء اللي مثل ما راح نوضحها حاليا. وعن هذا الفوكابيولري المفردات يعني ضروري تطلعون عليهم تحفظون قدر الامكان، اوكي اللي هنا خصنا هاي القطعه، وكذلك عندنا تصاريف الافعال ذني يعني اللي موجودات في هذا النص، قسم من هذه الافعال قياسيه وقسم افعال غير قياسيه. المهم هنا عندنا ذني الأسئلة والأجوبة اللي خصن هاي القطعة اللي يجب أن نحفظها قدر الإمكان واللي هن مهمات جدا. طبعا السؤال الأول، هاي الأسئلة أغلبها مكررات في الوزارة وراح نلقى قسم من عندهم في التمارين الموجودة بعد هذا الدرس. Okay, what are the fastest living thing in the world? Okay, what are the fastest living things in the world? ما هي أسرع الأشياء الحية في العالم بالجمع؟ ها، فإذا أجانا هذا على شكل سؤال جوابه فقط كلمة falcons اللي هن الصقور، إذا أجى سؤال فقط تكتب كلمة falcons يكفي. أما إذا أجى مثلا على شكل اختيارات أو فراغات، فإذا كان فراغ هم نكتب falcons. أوكي، ف falcons are the fastest living things in the world، الصقور هي أسرع الأشياء الحية في الطبيعة. Number two، how fast can falcon dive؟ كم السرعة التي يستطيع أن يغوص أو ينزل بها الصقر؟ Okay، some falcons، هاي حفظوا هاي العبارة اللي دائما تكرر الوزاري، some falcons can dive at، تحفظ لهذا الرقم 240 kph، معناها كيلومتر في الساعة، فتحفظ لهذا الرقم some falcons، هذه عبارة can dive 240. هذا إذا أجاني سؤال أعزائي تكتب لي بس هذه العبارة at 240 kph، أما إذا جتي على شكل فراغات أو اختيارات تحط لي هذا الرقم، مهم جدا. Question number 3، why did Bedouin live mostly on dates, milk and bread؟ طبعا يقول لماذا عاش معظم البدو معظم حياتهم على التمر والحليب والخبز. البدو طبعا هم سكان الصحراء، سكان الصحراء يسموهم البدو، فيقول هذا السؤال يقول ليش عاشوا معظم حياتهم على هذه الاشياء الثلاثة، الديتس التمر والملك الحليب والبريد الخبز. الجواب هذا يعني بدوين lived mostly on dates، هذا نفسي مكرر بالسؤال نزلناه. اوكي، because الجواب يبدي اذا اجاكم سؤال تكتب لي من كلمة because،
اوكي من بيكوز تحفظوا لي اياها. Because it was difficult لأنه كان من الصعب to catch animals and birds أن يصيدوا أو يمسكوا الحيوانات والطيور. أوكي يعني سبب كانت عايشين على هذه الأشياء الثلاثة اللي هنا الديتس والملك والبريد. أوكي لأنه كان من الصعب عليهم it was difficult to catch animals أن يصطاد الحيوانات والبيرز الطيور. هذا هم كذلك مهم هذا السؤال. اوكي تحفظوا لي يعني هذا اللي جوا خط مهم جدا. Question number 4 Who are the Bedouin؟ من هم البدو؟ هنا يريد تعريف البدو. Bedouin are people from the desert of Arabia. تحفظ لي هاي كلها. Bedouin are people from the desert of Arabia. هم سكان الجزيرة أو صحراء الجزيرة العربية أو الناس الذين يسكنون صحراء الجزيرة العربية يسمون Bedouin البدو. What was the favorite bird for the Bedouin to catch? ما هو أفضل أو ما هو الطير المفضل للبدو ليصطادوه؟ الجواب منا طبعا هاي مكررة من نفس السؤال The favorite bird for the Bedouin to catch is هذا كلها مكررة من السؤال The large long-legged حبارة يعني طائر الحباري ذو الأرجل الطويلة الكبير ذو الأرجل الطويلة Large long-legged okay. Large كبير يعني أو ضخم لونج ليجد يعني ذو ارجل طويله هبارة معناها الحباري هاي تحفظ لذني الكلمات اللي جواها خاطئه شنو هو the favorite bird for the Bedouin اذا شفت هذه تكتب لي the large long leg هبارة الحباري الضخم ذو الارجل الطويله how did the Bedouin use to hunt متى مو او كيف كان مو يعني يصطادون البدو يعني باي طريقه كانوا يصطادون Bedouin used to hunt on camels. تحفظ لي on camels. إذا شفت hunt تختار وياها on camels. يعني كاعتادوا الصيد على شنو؟ على ظهور الجمال. يعني كانوا يصعدون على الجمال ويخرجون إلى الصيد. نجي إلى number 7 أعزائي. Where are many falcons hunting nowadays? يعني أين يصطادون؟ طبعا falconers هنا معناها صيادين الصقور. يعني هسا صار عندنا شنو؟ صار عندنا falcon. هذا الطير اللي هو الصقر او فالكونز الصقور وصار عندنا كلمة falconers اللي هم صيادين الصقور اوكي where are many falconers hunting nowadays يعني اين يصطادون معظم الصيادين الصقور هذه الايام يعني وين يطلعون يصيدون many falconers are hunting هاي مكررة من السؤال in the desert تحفظ لي منها أنا. in the deserts and valleys deserts معناها صحاري valleys معناها وديان أو مثنى يعني هاي السماوة ديقار ناصرية أنت سامراء إن إيراك nowadays فتحفظ لذن الجواخر in the desert صحاري and valleys اللي هن valleys الوديان أو مثنى محافظة المثنى ديقار محافظة ديقار أنت سامراء وسامراء إن إيراك هاي مهمة جدا okay What is the disadvantage of falconry sport? خلينا نتوقف هنا. شوف هاي كلمة ركز لي على كلمة falconry. صار عندنا شنو ثلاث كلمات. صار عندنا falcon صقر وfalconer هاي النقطة رقم 7 اللي هم صياد الصقور falconer صيادين الصقور وصار عندنا falconry مهنة أو هواية صيد الصقور. لأن ثلاث كلمات مشتقات من كلمة falcon الصقر. مثلا فالكون الصقر اشتقينا منها فالكونرز هاي اللي قدامكم يعني صيادين الصقور اشتقينا منها شنو فالكونري اللي هم مهنة صيد الصقور هنا عندنا كلمة disadvantage معناها مضرة يعني عكس advantage منفعة فيقول هنا شنو محدة من مضرات مهنة او رياضة صيد الصقور هنا معتبرها هواية رياضة صيد الصقور يعني سبورت معتبرها رياضة فيقول the disadvantage of falconry sport is هاي مكررة نفسيتها من السؤال احفظ لي منها نحفظها مهمة جدا too many rare birds يعني كثير من الطيور النادرة might be killed ربما تقتل اوكي فتحفظ لي هذه هاي مهمة ذني كلهن وزاريات اللي ملخص لكم ياهن too many rare birds كثير من الطيور النادرة might be killed ربما شنو تقتل بسبب شنو هذه بسبب هواية صيد الصقور number 9 what did the government do to protect
بيرز، ما الذي فعلته الحكومة لحماية الطيور؟ هنا مو الصقور، الطيور. اوكي، شنو اللي سوته حتى بروتكت بيرز، تحمي الطيور؟ The government has، طبعا has set up، set up معناها أعدت أو هيئت، protected areas، protected areas معناها مناطق محمية for birds، يعني الحكومة أعدت أو أنشأت مناطق محمية للطيور. شنو مناطق محمية؟ يعني مناطق ما يصير يعني ممنوع بها الصيد، يعني تجي الطيور براحتها والإنسان يفتر، بس ممنوع يصيد بهاي المناطق. السؤال الأخير من ضمن هاي الأسئلة المهمة، what is the result؟ What is the result? Result معناها نتيجة. Of the government measures, okay, to protect birds. ما هي نتيجة الإجراءات الحكومية لحماية الطيور؟ لاحظ الجواب، هذا اللي جواه خط تحفظ لي اياه. Wildlife numbers معناها أعداد الكائنات أو الحيوانات البرية. Have grown up. Grown up معناها يزداد. Okay, grow up يزداد. And the environment is richer، يعني شنو ونشطت البيئة. فإذا هنا wildlife numbers يعني أعداد الحيوانات البرية have grown up، ازدادت. And the environment البيئة is richer، richer معناها أصبحت أغنى أو أكثر because of the government measures. هاي نفسيتها مكررة من السؤال، الإجراءات الحكومية لحماية الطيور. هاي الأسئلة العشرة والأجوبة مطلوبة منكم للحفظ، لأن أغلبهم ذني وزاريات. هنا عندنا بالأكتيفيتي بوك بيج 40، صفحة 40. أوكي، أغلب هذه اللي تلاحظون أمامكم ذني، قسم منهم مكررات من ذني الأسئلة العشرة، قسم ما مكررات، فذني مطلوبات للحفظ. هو طبعا جايب هنا على شكل سؤال صح وخطأ، ولكن احنا يعني قدر الإمكان نحفظهم ذني الجمل الخمسة. Falcons can move faster than any other living thing، يعني قلت الصقور تستطيع أن تطير أو تتحرك أسرع من أي شيء حي. هاي الجملة true، هي أسرع الطيور في الطبيعة. Before falconry، قبل يعني مهنة صيد الصقور أو هواية صيد الصقور، the Bedouin used to eat a lot of meat، يقول قبل يعني مهنة أو هواية صيد الصقور اعتاد البدو على أكل الكثير من اللحم. لو نرجع للجمل السابقة، كانوا يأكلون ديتس التمر، ويشربون الميلك الحليب، والبريد الخبز. فإذا هاي الجملة خطأ. The Bedouin enjoyed the food، enjoyed استمتعوا، the food that falcons caught for them، يقول استمتعوا بالطعام الذي جلبته لهم أو اصطادته لهم الصقور. هذا الجملة صحيحة. Falconry يعني صيد الصقور used to be، كانت فقط، just a sport، كان فقط رياضة، يعني هم كانوا البدو فقط يستخدموها كرياضة بالسابق، وهي خطأ، كانوا يستخدموها لصيد الطعام وليس الرياضة. بالعصر الحديث أصبحت عندهم رياضة. There could soon be، سوف يكون هنالك سريعا، no rare birds، يعني لا سوف يكون سريعا، لن يكون طيورا نادرة، because of falconry، بسبب صيد الصقور، يعني يقول قريبا في المستقبل لن تكون هناك طيورا نادرة. هاي الجملة true، صحيحة. نجي الى هذه الجمل الثلاثة اللي هنا موجودات باكسرسايز بي في نفس الصفحة 40 بالاكتيفيتي. The writer thinks، يعني يعتقد الكاتب، that falcons are، طبعا معطينا عدة اختيارات، فالاختيار الصحيح هو بي، exciting، ممتعة. يعني يقول يعتقد الكاتب ان يعني الصقور اوكي يعني مشاهدتها ممتعة. فthe Bedouin، البدو، were unhappy، غير سعيدين، with their diet، diet معناها الطعام القليل، يعني احنا هنا نستخدم حاليا كلمة diet معناها الطعام الصحي، طعام محدد يعني لأجل الصحة. before falconry، طبعا diet هو كل طعام لا يحتوي على لحم يعتبر diet. اوكي، فيقول كان البدو غير سعيدين بالطعام القليل قبل يعني ان يتعلموا الصيد بالصقور. falconry صيد الصقور، او عفوا يعني الصيد بالصقور، today is less exciting، أقل متعة، but more comfortable، ولكن أكثر راحة. يعني هنا صارت مجرد هواية، يعني أقل متعة صارت صحيح، ولكن مريحة أكثر. هذه الجمل كذلك مطلوبات للحفظ. عندنا هنا الموضوع القواعدي لهذا الزمن، يعني اللي هو البرونونز، الضمائر. طبعا الضمائر أعزائي هي تستخدم كبدائل عن الأسماء،
اوكي الضمائر هي بدال، ويوجد لدينا الكثير من انواع الضمائر، ولكن احنا اليوم نحن نتحدث فقط عن ثلاثة انواع من الضمائر. اول شيء قبل لا نتحدث عن انواع الضمائر، خلينا نعرف شنو هي الضمائر. الضمائر هي كلمات محددة الاستخدام تعوض عن الاسماء، يعني مكان ما نستخدم اسم نقدر نستخدم شنو؟ ضمير. يعني مثلا اني اسمي استاذ حيدر المرعبي، مكان ما كل مره اكرر اسمي بالجمله شو اقول؟ اعوض عنها بالضمير اي. مثلا عندي واحد مثلا صديقي اسمه مايك، مثلا مكان ما اقول مايك اقول مثلا مره اقول مايك مره اقول عوضه بالضمير هي، وهكذا. فاذا الضمائر هي كلمات محدده الاستخدام تعوض عن الاسماء. عندما نتحدث عن الضمائر فان هنالك ثلاثه اشخاص، اريدكم تنتبهون كل الزين على هاي المعلومه. عندنا ثلاثة أشخاص، يكون الشخص الأول هو الشخص المتكلم أو الكاتب أو المتحدث. يعني هسه أنا حاليا متكلم، من أتكلم بالإنجليزي أقول الضمير I، لأن أنا أتكلم عن نفسي. أوكي، أما شوف الشخص الذي يصدر منه الكلام، يعني هسه أنا يصدر مني الكلام فأقول أقول الضمير I. عندما يتكلم الشخص عن نفسي فقط، أنا هسه جاي أتحدث عن نفسي فأقول أنا الضمير I. أما إذا كان الشخص يتكلم نيابة عن مجموعته أو زملائه فيقول الضمير وي. يعني مثلا واحد طالب دزوه زملائه قالوا روح حاكي لنا المدرس الفلاني خلي أجل لنا الامتحان فرضا، فمن هذا الطالب يروح ما يقول آي يقول وي. ليش؟ لأنه يتحدث عن نفسه وعن زملائه في نفس الوقت، لذلك يستخدم الجمع وي. فإذا كان الشخص يتحدث عن نفسه فيقول الضمير آي، أما إذا كان الشخص يتحدث عن بالنيابة عن مجموعته أو زملائه يقول الضمير وي. هذا هو الشخص الأول. الشخص الثاني هو الشخص المخاطب، يعني اللي جاي أسولف وياه، الذي نتوجه له بالكلام أو الكتابة. يعني إنسان جاي أتحدث وياكم فأخاطبكم بالضمير يو، سواء كنت أخاطب واحد من عندكم أو شنو كنت أخاطب يعني مجموعة من عندكم. فالضمير يو هو نفس الضمير للمفرد والجمع. فهذا الشخص الثاني، يعني الشخص اللي متوجهين إلى بالكلام المخاطب. أما الشخص الثالث هو الشخص الذي نتحدث عنه، يعني لا هو متكلم ولا هو مخاطب، شخص نتحدث عنه سواء كان موجودا معنا أو غير موجود. يعني احنا قاعدين بقاعة الدرس، أوكي، جاي نسولف عن واحد من زملائكم قاعد ويانا بنفس مو بنفس الدرس، نقول عليه هي. اذا كان الطالبات تتحدث عن وحده من زميلاتها شو نقول عليه؟ الشي. اوكي، اذا كنا نتحدث عن شخص غير موجود يعني خارج الصف او خارج القاعه نقول عليه كذلك شي او هي اذا كان مذكر. لاحظ، او كان شخص حقيقي او خيالي، شخص عاقل او جمال. فاذا كنا نتحدث عن شخص مذكر مفرد عاقل، حفظوا لي اياها، مذكر مفرد عاقل، خل احدد لكم اياها. اوكي، نستخدم الضمير شنو؟ نستخدم الضمير هي. اوكي، اذا كنا نتحدث عن مفرد مذكر عاقل نستخدم الضمير هي. اذا كنا نتحدث عن انثى مفرده عاقله، اوكي، نستخدم الضمير شنو؟ نستخدم الضمير شي، انثى مفرده عاقله. أما إذا كنا نتحدث عن شيء غير عاقل، أوكي، نبات، حيوان، مو أو طفل صغير جدا، طفل البيبي، نستخدم الضمير إت. أوكي، فإذا كان الشخص نتحدث عنه مفرد مذكر عاقل نستخدم هي. إذا كنا نتحدث عن أنثى مفردة عاقلة نستخدم شي. عدا ذلك أي شيء مفرد سواء كان عاقل أو غير عاقل، يعني طفل صغير أو كذا، نستخدم الضمير إت. أو إذا كنا نريد استخدام جمع ما ذكر أعلاه، يعني عاقل مو أنثى عاقلة وذكر عاقل، أو مثلا عاقل وغير عاقل، فنستخدم الضمير they. أوكي، فالهي والشي مو نستخدم، فالذي they هو جمع العاقل وكذلك جمع غير العاقل أو كلاهما. هذا شنو؟ هذا هسه عرفنا شنو الضمائر. أهم شيء تعرف أنه ثلاث أشخاص، الأول متكلم اللي هو أني، الثاني المخاطب اللي هو يو انتم، والشخص الثالث اللي نتحدث عنه سواء كان موجود معنا او غير موجود. نجي هسه ناخذ الاقسام الثلاثه اللي طلبها من عنده او الكتاب. اول شيء سبجكت بروناوم، ضمائر الفاعل، اللي هن الاي والوي، اي انا، الوي مو نحن، يو والهي والشي والات والذي. هاي ذن سبع ضمائر نسميهم ضمائر الفاعل. يقع ضمير الفاعل، انتبهوا لهاي مهمه جدا،
في مكان الفاعل، يعني وين في بداية الجملة أو بعد النقطة أو الفارزة أو أداة الربط. يعني دائما بداية كل جملة يلا نقدر نستخدم ضمير الفاعل. لاحظ you did a great job. you هنا في بداية الجملة فاعل، نقطة جملة جديدة we are happy for you، نحن سعيدون لأجلك. إذن هذه كل بداية جملة نستخدم ضمير فاعل. سامي forgot his book أو books but he، but أداة ربط، فاستخدمنا شنو؟ he بعد أداة الربط. if my dad asks me to do something، لو طلب مني والدي أن أفعل شيئا فارزة، لاحظتوها I always respond to him، دائما أستجيب له I بعد الفارزة. فإذا نستخلص من هذا أعزائي أنه بداية جميع أنواع الجمل نستخدم شنو؟ ضمير الفاعل. نجي إلى النوع الثاني اللي هو Object Pronoun، ضمائر المفعول به. المي اللي هي تقابل I، الأز تقابل وي، اليو اللي هي نفسيتها اليو ولكنها ضمير مفعول به، الهم اللي هي تقابل الهي، الهير تقابل الشي، والإت تقابل الإت نفسيتها، والذم تقابل الذي. هنلاحظ شنو ضمائر المفعول به؟ يقع ضمير المفعول به اللي هو الأوبجكت بروناون، هذا اللي أمامكم، بعد الفعل الرئيسي. حفظوا لي هاي زين، بعد الفعل الرئيسي أو بعد حرف الجر، ولا يأتي في بداية الجملة أبدا. لاحظ my sister helped me، لاحظ هذا الضمير me ورا من إجا؟ بعد الفعل الرئيسي. لاحظ she sat with me، جلست معي، with حرف جر، with me، لاحظتوا بابا؟ فإذن هنا with شنو؟ with me، لاحظتوا؟ فإذن ضمير المفعول به هاي المجموعة ما تجي بالبداية، يا أما بعد الفعل الرئيسي يا أما بعد حرف الجر. نجي للنوع الثالث possessive adjective، صفات التملك. لاحظ عندنا my اللي هي تقابل شنو؟ تقابل I، الأور قابل we، اليور قابل يو، الهز قابل هي، الهير قابل شي، الاتس قابل ات، والذير قابل ذي. لاحظ هاي صفات التملك شنو ميزتهن عن بقية الصفات؟ يأتي بعد صفة التملك اللي هي possessive adjective اسم أو صفة مع اسم. يعني المهم هنا انه هاي المجموعة اللي أمامك لازم يجي وراهن اسم، هاي كنت حبوا لي اياها جدا مهمة. صفات التملك لازم يجي وراها اسم او صفة مع اسم، ويمكن ان تأتي مع اسمها في اي مكان في الجملة. يعني هي واسمها اقدر اخليها في مكان الفاعل، اقدر اخليها في مكان المفعول به، اقدر اخليها بعد حرف الجر، بس شرط تكون هي واسمها مو واحدة. لاحظ my teacher always speaks English، my teacher صفة التملك واسمها وين اجتي؟ في البداية. I love my teacher، هنا my teacher جت شنو؟ بعد الفعل الرئيسي. We always respond to our teacher، we always respond to، to هاي حرف جر، to our teacher يعني صفة التملك بعدها مع اسم المجرور. لاحظ أعزائي حفظوا لي أهم شيء أنه صفات التملك لازم يجي وراها اسم، بس هي واسمها اللي أقدر أخليها في مكان الفاعل أو في مكان المفعول به، يعني بعد الفعل الرئيسي أو بعد حرف جاب. هذا موضوع الضمائر أعزائي، أريدكم تقرؤوا أكثر من مرة وتحفظوا. هنا هذا الجدول الموجود في هاي الصفحة اللي هو ختام محاضرتنا، اللي هو كل ضمير وشنو اللي قابله من النوع الثاني. يعني مثلا ضمير الفاعل I اللي هو يعتبر من ضمائر الشخص الأول، أوكي، يقابل الضمير me كضمير مفعول به، والضمير my كصفة تملك. الشخص الأول we، ضمير الشخص الأول we إذا كان ضمير فاعل، يقابل us ك ضمير مفعول به، ويقابل أور كصفة تملك، وهكذا البقية. هذا الجدول عندكم تحفظوا لي، واضح أعزائي؟ هذا كل ما عندنا لهذا اليوم، أتمنى تكونون يعني استفاديتوا من هذه المحاضرة. أريدكم هذا الفيديو شاهدوا أكثر من مرة وسجلوا الملاحظات، وإن شاء الله نلتقيكم في محاضرة أخرى. كان معكم الأستاذ حيدر الملعبي، دمتم في أمان.